شيء يعمر البيوت في رمضان ويزيد البركة في شهر الصيام، تعرف عليه. في رمضان تكون البيوت كلها عامرة بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن فضلا عن الصيام، لكن هناك أمر يفعله غالبية الناس وهم لا يدرون أنه بالفعل من أهم أسباب عمار البيوت في رمضان، وهو التجمع والزيارات والألفة بين الناس، فترى طبقا مليئا بما لذ وطاب يطوف بين البيوت، كل بيت يضع فيه أفضل ما عنده، وهكذا كأن المنطقة كلها تأكل من كل طعام البيوت مرة واحدة، بالإضافة للعزومات، فالإسراف فيها وإن كان غير محبب، لكن التجمع على ذكر الله وقت الإفطار لا شك من أعظم الأمور على الإطلاق طوال الشهر. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال لها: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. لذلك فصلة الرحم وحسن الجوار ومنها تبادل الطعام في رمضان يزيدان في العمر ومن أهم أسباب إعمار البيوت. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. كما أنه سبحانه عظم قدر الأرحام فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فشهر رمضان يقوي صلة الرحم ويزيد في الرزق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطيعة الرحم وشدد على الصلة، لأن صلة الرحم من الإيمان بالله واليوم الآخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. عزيزي المسلم، اعلم يقينا أن أيام رمضان إنما هي مباركة لما تحمله من نسائم الرحمة والمغفرة والبركة المتواصلة طوال أيامه ولياليه، ومن ثم فإن صلة الرحم من أهم سماته، ولم لا وهي خلق إسلامي رفيع دعا إليه الإسلام وحض عليه، فهو يربي المسلم على الإحسان إلى الأقارب وصلتهم وإيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم. يقول الله تعالى في ذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وكأن البديل عن صلة الرحم وإعمار البيوت هو الفساد في الأرض، والأمر لك عزيزي المسلم أن تختار بينهما،
كما أن الخير في الإسلام يشمل كل شيء، سواء كان الفعل صغيرا أو كبيرا، سواء كنت تتصدق بجنيه واحد أو تتصدق بمليون جنيه، فكل ما يدل على سعادة أصحاب الحاجات حض الشرع الشريف على فعله، ورغب القرآن في الالتزام به، ووعد في جزائه الجنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، فربما يكون سؤالك البسيط على أحد المتواضعين من فقراء المسلمين يمثل سعادة وتقديرا بالغا له. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في رفع الهمم والمعنويات بالجلوس والتقارب مع فقراء المسلمين، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التقليل من شأن المعروف أيا كان مقداره، فإن الله تعالى يحب المعروف كله، قليله وكثيره، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على فعل المعروف بجميع أنواعه ولا يحتقر منه شيئا، فلربما كانت نجاته في عمل يسير. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ومن بين المواقف التي تدل على ذلك قصة أم محجن رضي الله عنها، وهي امرأة سوداء لم يرد لها في السيرة النبوية تسمية سوى أم محجن أو محجنة، كانت من ضعفة ومساكين أهل المدينة المنورة الذين ليس لها نسب تعتز به ولا يفتقدون إذا غابوا، وكانت تقوم بتنظيف المسجد النبوي من الأذى. قال ابن الأثير: محجنة امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فتوفيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة: محجنة، وقيل أم محجن، امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وقع ذكرها في الصحيح بغير تسمية. وللنبي صلى الله عليه وسلم مع أم محجن رضي الله عنها موقف سجلته كتب السيرة النبوية، ففي إحدى الليالي ماتت رضي الله عنها، فصلى عليها جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ودفنوها، ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها اهتماما بها وإكبارا وتعظيما لشأنها وما كانت تفعله من تنظيفها للمسجد، فأخبره أصحابه بما كان منهم تجاهها، فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. ثم أتى قبرها حتى وقف عليه وصلى عليها. وهذه أشياء كلها قد نستصغرها ولا نعطيها حجمها الحقيقي، رغم أنها قد تكون سببا لدخول الجنة. فقد دخل رجل الجنة في كلب سقاه بعدما صعد من البئر، ووجد الكلب يلهث من العطش، فشعر الرجل بما يشعر به الكلب، وقد مر بنفس حالة العطش التي مر بها الرجل، فعلى الفور نزل البئر وملأ خفه ماء وسقى الكلب فكتبت له الجنة. فالخير يبدأ من الأشياء التي نستصغرها ونحتقرها، وينتهي بالأشياء الكبيرة من إعانة الفقراء والتصدق عليهم وإغاثة الملهوف وغيرها من الأعمال الكبيرة التي ربما لا يقوم بها إلا الأغنياء وتحتاج لأموال كثيرة. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.